السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم أن نلقاه. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أصحاب الفضيلة والسعادة، الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بوافر الشكر وعظيم التقدير إلى الأخوة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رئاسة وأعضاء على هذه الدعوة الكريمة المتجددة لنا للمشاركة في هذا التجمع العلمي السنوي. ويطيب لي أن أعبر عن امتناني وعرفاني لمواصلة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه الجهود العلمية المباركة، والتئام هذا المؤتمر في نسخته 33 لبحث ومناقشة قضية من أهم القضايا الفقهية في هذا العصر، ألا وهي قضية الاجتهاد. وأسأل الله العلي القدير أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح، وأن يتوج المؤتمر بتوصيات فقهية علمية تفيد أمتنا وتخدم ديننا الإسلامي الحنيف، وتعزز قيم الأمن والسلام والخير، وتواكب العصر ومستجداته. في البداية أتمنى من الأخوة المشاركين معالي الدكتور محمد سعيد بن خلفان المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، والأستاذ الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع في جامعة الأزهر، والمستشار علي عمارة، والدكتور عبد الحميد متولي رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل. أتمنى منهم التقيد بالوقت، لأن الوقت الحقيقة كالسيف إن لم تقطعه يقطعنا. الوقت إن شاء الله بإذن الله تقريبا 15 دقيقة، فإن أتممنا 16 فلا بأس، بس الله يزيد. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيك. 16 دقيقة زيادة هذه مني. معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري حاصل على الدكتوراه من ألمانيا في الدراسات الإسلامية، وحصل على الماجستير من جامعة السلطان قابوس، وعنده ماجستير ثانية من جامعة أدنبرة للدراسات الإسلامية، وحصل على البكالوريوس في القضاء الشرعي في عمان. ما شاء الله تبارك الله، تدرج في مناصبه القيادية حتى وصل وكيل، ومن وكيل وزارة الأوقاف، ومن ثم إلى أن أصبح وزير. فليبدأ معالي الوزير في كلمته أو في بحثه الذي أعده، فليتفضل. شكرا معالي الدكتور رئيس الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الموقر وزير الأوقاف، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة والفضيلة والسماحة، أيها الجمع المبارك والوفود المشاركة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء، أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن جزيل شكري وامتناني للدعوة الكريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعلى كريم العناية بنا وجميل الكرم وحفاوة الاستقبال ونحن بين أشقائنا في مصر المحروسة، وعلى ضفاف نيلها الميمون وشعبها الكريم، فجزاكم الله تعالى خيرا. أيها الجمع المبارك، في عالم تتسارع أحداثه يوما بيوم، بل ساعة بساعة، ولم يعد من السهل مجاراته أو الإبحار فيه،
ومواكبة متغيراته والتفاعل معه وتحقيق المصالح المشتركة مع من نعيش بينهم في عالم هذه صفته يتأكد العمل بمبدأ الاجتهاد ليصبح ضرورة من الضرورات التي يجب على علماء المسلمين الأخذ بها وتفعيل أصولها ومبادئها. ولم يعد بين القوى صغيرها وكبيرها بأن الفترة القادمة من الزمن ستشهد متغيرات كبرى وتحديات جلة ومنعطفات جسيمة، فإذا لم يبدأ علماء المسلمين من الآن التفكير فيها على مبدأ الاجتهاد والتعمق في إيجاد البدائل والمخارج ووضع المندوحات، فإن الوضع سيتأزم على الأفراد ويصعب على المجتمعات والدول على سواء. وإننا نأمل ونرجو من هذا المؤتمر وأمثاله في الأقطار الأخرى أن يجتمع الراسخون في العلم ويلتقي العلماء من مختلف التخصصات من أجل النظر وإعمال العقل والعلم والتجربة، حتى تتمكن مؤسساتنا من أداء رسالتها الحضارية وتتفاعل مجتمعاتنا مع العالم على مبدأ الشراكة الفاعلة وتحقيق المصالح المشتركة والنماء والاستقرار. ومن المهم أن نرى جميعاً عهداً تتعاظم فيه الحاجة إلى تقديم تجربة الاجتهاد بمنظور إنساني عام ورؤية أخلاقية شاملة تتحقق بها مقاصد الدين وفهم الخطاب الإلهي ومسابقة العالم في الخيرات وأداء المعروف وربط الإمكانات المادية والتقدم التقني بالقيم الروحية والأخلاق المشتركة دون خوف من العالم أو إخافته، ودون تخل أو تنازل عن رسالتنا ومبادئنا الثابتة وانتمائنا الديني. فإن تحقيق النجاح في الأرض وبين الناس لا يتأتى إلا بعد تحقق الرضا في السماء وبين الملأ الأعلى. أصحاب المعالي والفضيلة، أيها الجمع الكريم، إن الاجتهاد بمفهومه الأوسع وتطبيقاته الأشمل في الاجتماع والاقتصاد والسياسة والطب والدين وغيرها، مع كونه ضرورة ملحة، إلا أنه كذلك ليس من أجل التنظير والتأليف والتقعيد فحسب، بل من أجل التغلغل في الواقع المعاش وإيجاد الفسحة وسط ضيق البدائل والتوسع في المعاملات على نحو أيسر وأرفق وألطف وحسن صنيع. ولقد ركزنا في سلطنة عمان في هذا الجانب على التوسع في فقه الائتلاف وتعزيز العمل بالجوامع المشتركة بين المدارس الإسلامية والبناء على منظومة المؤتلف الإنساني والتعارف والقيم المشتركة وتحقيق التكامل في ظل التنوع وبناء علاقات متوازنة قائمة على قيم ثابتة في العلاقات الإنسانية والمصالح المتداخلة. وهذا عمل أساسي لوزارات الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، انطلاقاً من ثوابت الاجتهاد وفعل الخير وبذل المعروف والإصلاح في الأرض من أجل خير الإنسانية وسعادتها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن الاضطراب الكبير في العالم اليوم، بدءاً بمشكلات الفقر وحقوق الإنسان وضحايا الصراعات والحروب والتداعي الاقتصادي واضطراب المفاهيم القيمية والأخلاقية بفعل الانفتاح التكنولوجي وغير ذلك، يدفعنا إلى التفكير بعمق في مآلات العلاقات الإنسانية بشكل عام وشكل تلك العلاقات وماهيتها في المستقبل القريب أو البعيد. ويضعنا هذا الاضطراب في العلاقات
أمام مسؤولية إنسانية أولاً وأخلاقية ثانياً، للمساهمة في وضع نهج يعيد التوازن بين المصالح ويدعو إلى اقتراح منهج عمل يقدم للعالم المضطرب على مبادئ الاجتهاد، ليعينه على النهوض من جديد واستشراف حياة متوازنة ويعيش فيه الناس على أساس من الكرامة والحقوق الأساسية والأمان النفسي. إن البعد الأول والذي نراه ضرورياً في إعادة التوازن بين المصالح المختلفة والمتصادمة بين البشر هو في الاتفاق ابتداءً على جعل الهدف من الأيديولوجيا أو الأخلاق باعتبارهما محور الاختلاف والانفصال، السعي لتحسين حياة الناس وتحقيق المستوى الأساسي من الكرامة والحقوق والحفاظ على اللحمة الإنسانية من الفناء والاندثار. وإذا تحقق ذلك ولو على المستوى الأساسي والأولي، فسيتبعه تحسن واضح في منظومة العلاقات الإنسانية وعلاقة البشر بالبيئة والحياة والكون. وأما البعد الثاني فيتلخص في اعتماد منظومة أخلاق عالمية تدفع بالناس قدماً إلى توحيد التزاماتهم وجهودهم نحو حماية الإنسان والأرض وتحقيق السلام والتعايش والتفاهم، وأن الاختلافات الدينية والثقافية إن وجدت فإنها لا تمنع وليست عائقاً عن الإيمان أساساً بوجودنا ضمن أرضية مشتركة وقيم متحدة، سواء انطلقت من أسس دينية متفقة عليها أو غير متفقة عليها. وأما البعد الثالث فيركز على ضرورة استنهاض القيم الروحية للإنسان مع إعمال العقل. فبعد حربين عالميتين مدمرتين ودخول البشرية معتركا تنافسيا ماديا، أصبح أساسا لموجة إلحاد جديدة ونبذ القيم الروحية والتنكر لها، فإن الضرورة تقتضي السعي إلى إعادة الاعتبار للقيم الروحية مع حركة إعمال العقل والمنطق. فالأجيال القادمة ستتمتع بذكاء معرفي عالي وقدرة على الوعي والإدراك وسرعة في الحصول على المعرفة وتوظيفها، مما يستدعي معه بلوغ مستوى أعلى في خطاب العقل والروح وتجديد مكامن الفهم الإنساني للأسئلة الوجودية والحيلولة، دون وقوع الناس ضحايا أيديولوجيات مدمرة سواء أكانت دينية أم سياسية أم ثقافية. في الختام أجدد شكري وامتناني لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأخص بالشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشكر موصول لكم أصحاب المعالي الوزراء والعلماء والمفتين وكل من أسهم في خروج هذا المؤتمر المهم في موضوعه وأبحاثه بهذه الصورة المشرقة. دمتم ودامت مشاركاتكم البناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ الدكتور معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري مرتين، مرة لالتزامه بالوقت ومرة ما شاء الله تبارك الله الكلمة الفعل المحبوكة. أنا الحقيقة راح أقتبس من ما كتبه الدكتور معالي الدكتور محمد مختار جمعة وما أجمع عليه الحاضرون، فإن الاجتهاد ضرورة العصر، وقد عانينا في مجتمعاتنا المسلمة وعانى العالم كله من الفتاوى الشاذة والمؤدلجة على حد سواء، كما عانينا من افتئات غير المؤهلين وغير المتخصصين وتجرؤهم على الافتاء والذهاب إلى أقصى الطرف تشددا وتطرفا يمينيا أو انحرافا وتطرفا يساريا، فإذا أضيف إلى هؤلاء وأولئك محب الظهور من اللاهين خلف كل شاذ أو غريب من الآراء، تأكد لدينا أننا في حاجة إلى إرساء وترسيخ قواعد الاجتهاد وضوابطه. أنا الحقيقة
يعني أشكر مرة ثانية الدكتور محمد جمعة، معالي الدكتور محمد جمعة مختار، محمد مختار جمعة، على دعوة ما شاء الله هذه الهامات والقامات العلمية لإثراء هذا المؤتمر. معنا هامة كبيرة، وأحد علماء الاجتماع في العالم الأستاذ الدكتور نبيل السمالوطي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الأزهر. فعندما قرأت السيرة الذاتية لهذه الهامة والقامة، الحقيقة تشتت ذهني ما شاء الله تبارك الله، من أبحاثه وخبراته وكتبه ومحاضراته ومشاركاته العلمية. فهو يتكلم، يعني عمل أستاذ في علم الاجتماع في كثير من الجامعات، وليس جامعة الأزهر بل في السعودية كذا جامعة، وكذلك في الإمارات في جامعة الشارقة. أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، شارك في المؤتمرات المحلية والدولية، لديه العديد من المقالات والدراسات. الحقيقة بحر لا ساحل له. فليتفضل الأستاذ الدكتور نبيل السمالوطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر كل الشكر لله أولا، ثم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضعه هذا المؤتمر المهم تحت رعايته. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلصنا في مصر، أنقذ مصر من الفاشية المتطرفة الإرهابية، ونهض بمصر نهضة في سنوات قليلة لا يمكن أن تتحقق في أكثر من 40 أو 50 سنة. فشكرا له على هذا كله، وشكرا للأخ الكريم والعالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الوزير المجدد، الوزير المتميز، الذي نهض بوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشكل لم يعهد من قبل. أنا معاصر هذه المؤتمرات منذ المؤتمر الأول من 33 سنة، لم أجد مثل هذه. هو طبعا في كل مجالات العمل في الوزارة، فبارك الله فيه وشكر الله له. وشكرا للمنصة الكريمة ولرئيسها الذي أعطاني أكثر من حقي، وشكرا لكم أيها الضيوف الأعزاء، أنتم هنا لا أقول في بلدكم الثاني بل أقول في بلدكم الأول مصر، أنتم في بلدكم الأول، فأهلا بكم وسهلا، وشكرا لكل المشاركين في هذا المؤتمر الموقر المهم جدا. موضوعي أيها الإخوة الأحباب هو الاجتهاد بين الخطاب الديني والتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية. ليه؟ هو نحن في حاجة إلى تجديد وإلى اجتهاد في مجال العلوم الشرعية، نعم، لكن كل المشتغلين بالعلوم الشرعية لا يعملون في الفضاء الخارجي، لا يعملون في المريخ، إنما يعملون في مجتمعات لها بناؤها الاجتماعي، ولها نظمها الاجتماعية، ولها منظومة القيم الاجتماعية، ولها منظومة أخلاقياتها، ولها تاريخها، ولها أوطانها وقيمة الوطن، ولها مؤسساتها، ولها تاريخها، ولها مشكلاتها، ولها طموحاتها، ولها ولها ولها. فلا يمكن إطلاقا لأي واحد من المشتغلين بالعلوم الشرعية أن يعمل بجد وباجتهاد إلا إذا فهم هذا الواقع. ولذلك دايما نقول أن المشتغلين بالعلوم الشرعية الذين يدرسون في الكليات بيتخرجوا عدة وظائف، منهم الباحثين، ومنهم المفتين، ومنهم الأئمة والوعاظ، ومنهم المدرسي المواد الشرعية، ومنهم المجددون، ومنهم الذين يعملون في أجهزة التواصل الاجتماعي الإلكترونية، ومنهم ومنهم ومنهم. كلهم لا يستطيعون العمل دون معرفة أمرين: فقه الشرع وفقه الواقع. فقه الواقع هو العلوم الاجتماعية، فقه الواقع هو العلوم الاجتماعية. أنا يعني حأسرد فقط للوقت، يعني حأسرد فقط الموضوعات التي كتبت فيها، ثم أركز على موضوع واحد فقط. الموضوعات اللي كتبتها
قضايا وتساؤلات في مجال الاجتهاد الاجتماعي اللي هو في مجال فقه الواقع. الاجتهاد والتوجيه الإسلامي لمنظومة العلوم الاجتماعية اللي هو فقه الواقع. النموذج التأصيلي أو التوجيهي بين الاعتبارات المنهجية والمنطلقات العقائدية. إمكانية وشروط التعميم العلمي. العلوم الاجتماعية بين الموضوعية والتوجيه الأيديولوجي أو العقائدي، لأن كل العلوم، أنا أستاذ في علم اجتماع أقول أن كل العلوم الاجتماعية موجهة أيديولوجيا في الغرب. لم أرى علما، يعني كلمة الموضوعية، والموضوعية لها معاني كثيرة، الموضوعية في العلوم الاجتماعية غير الموضوعية في العلوم الطبيعية. السنن والقوانين التاريخية بين القرآن الكريم وعلوم الغرب، وفساد ما يطلق عليه في الغرب كلمة الحتميات، الحتمية الجغرافية والحتمية الاقتصادية والحتمية النفسية والحتمية الاجتماعية. الحتميات يعني مرفوضة رفضا كاملا. الإنسان والمجتمع بين الفطرة الإلهية والعقل الجمعي. الإنسان بين الحاجات المادية والحاجات الروحية. مؤسسة الأسرة بين النموذج الإسلامي والنموذج المادي. العلاقات الاجتماعية بين النموذج الإسلامي والنموذج المادي الغربي، طبعا النموذج المادي الغربي. المرأة بين النموذج الإسلامي والنموذج المادي. موقف الإسلام من مناهج البحث، والمسلمون هم الذين ابتدعوا المنهج العلمي التجريبي، الاكسبيريمنتال ميثود، اللي هم بيدعوا جون ستيوارت ميل وغيره، يعني بيدعوا في الغرب ان هم اللي ابدعوا. لا، مش هم اللي ابدعوا. الذي ابدع المنهج العلمي التجريبي بدراسة ماجستير بتاع استاذنا الدكتور علي سامي النشار التي اخذها في فرنسا. المسلمون هم الذين ابتدعوا المنهج العلمي التجريبي، منهج اصول الفقه، منهج العلية وتنقيح المناط والقياس، هم اللي ابتدعوه. التوجيه الإسلامي لمناهج علم الاجتماع وضوابطه. الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في تحديد خصائص الخطاب الدعوي وضوابطه وعوامل نجاحه. سأبدأ بآخر فقرة. كما قلت أن الكليات الشرعية بتخرج المعلم والمفتي وأئمة المساجد والمجدد والإعلام الديني والإعلام والتجنيد الإلكتروني والعلماء إلى آخره. كل هؤلاء يعني بيستهدفون أمرين لا ثالث لهم: الثوابت والمتغيرات. الثوابت قليلة جدا، هذه لا تتغير، هذه لا تتغير. وأنا دائما يعني أقول أن الإسلام يتألف من خمس جوانب. بيتألف من العقيدة، بيتألف من الشريعة، بيتألف من الأخلاق، بيتألف من الحضارة، بيتألف من السيرة. احنا اتكلمنا كتير جدا، كل الأئمة بيتكلموا كتير جدا عن العقيدة وعن يعني الجوانب الشرعية يعني المنضبطة، لكن ما بيتكلموش كويس عن الحضارة. أنا لما رحت في الغرب يجي 15-20 مرة، وفي غيرها، وفي أوروبا، وفي حتى في آسيا، وفي جنوب إفريقيا، وفي كذا، هم ما بنكلموش عن القرآن وعن السنة. أنا بكلموا عن الحضارة الإسلامية، وكل اللي بدخلوا في الإسلام في الغرب دخلوا من جانب الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية. فقضية الحضارة نحن في حاجة إليها شديدة جدا. فهم النصوص والسيرة والتاريخ لدى الفقهاء بما يتناسب مع كل عصر. كل المشتغلين بالعلوم الشرعية الخمس جوانب يحتاجون كما قلت إلى فقه الشرع وفقه الواقع. ويعني هذا يعني طبعا الحديث وسط علوم دول عربية غير حديث في أوروبا، الحديث لدى مثقفين غير حديث لدى جهلاء. بتختلف باختلاف. لذلك كان فقه الواقع في غاية الأهمية. العلوم الاجتماعية، أنا هاخد الجزء الأخير فقط اللي هو العلوم الاجتماعية وتوجيه الخطاب الدعوي والديني. احنا عندنا في أجرينا دراسات كثيرة جدا في السعودية وفي مصر وفي الإمارات وفي الجزائر، أجريت كثير من دراسات اجتماعية ونفسية لمعرفة أمرين أساسيين: كيف يكون الخطاب الدعوي مؤثرا؟ والخطاب الدعوي دايما بيمر به ثلاث مراحل. المرحلة الإعلام كفكرة، اللي هي مرحلة الإدراك من جانب المستمع، ثم مرحلة الوجدان، الشعور،
يقتنع أو لا يقتنع، ثم مرحلة النزوع اللي هي الاتجاه السلوكي، أن يترجم هذا الكلام كلام الداعية إلى سلوك واضح. مثلا بنكلم عن الصلاة على موعدها، حسن معاشرة الزوجة، حسن تربية الأبناء، القدوة، إتقان العمل، أهمية التعليم المستمر، التطوع بالمال والجهد إلى آخره، قضايا كثيرة جدا. بتصل الأول إلى إدراك، ثم وجدان، ثم نزوع. كيف يمكن أن أحولها إلى نزوع وده في الآخر أن تترجم ترجمة سلوكية؟ ما هي الأمر الثاني الحقيقة اللي اتعملت عليها دراسات ماجستير ودكتوراه وكثيرة وناقشناها؟ ما هي القضايا المهمة والملحة التي يحتاج المجتمع إليها وعلى الداعية التركيز عليها من جوانب الإسلام الخمسة؟ كل جوانب الإسلام الخمسة مهمة جدا. العقيدة بدون جدال، ده الأساس الأول. الأحكام الشرعية قطعية الدلالة والثبوت طبعا، دي مسألة ما فيش فيها إفصال. إنما قضايا الأخلاق وقضايا الحضارة قضية مهمة جدا. تم الحديث كثيرا عن العقيدة والشريعة، مهم جدا أن احنا نتحدث عن الحضارة. العلم عبادة، التعليم عبادة، إتقان العمل عبادة، الإبداع والابتكار لصالح الدول الإسلامية عبادة، مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب عبادة، الوسطية والتركيز على قضية الوسطية عبادة، التجنيد الإلكتروني للشباب وخطورته من جانب الجماعات الإرهابية وأثاره المدمرة على المجتمعات، فلابد من معرفته والرد عليه. الإيمان بالوطن والولاء له وحبه والدفاع عنه، التفكير وإعمال العقل فريضة إسلامية، وده كتاب لعباس محمود العقاد بهذا المعنى، التفكير فريضة إسلامية. الأمن، حفظ الأمن والسلام والتضامن والتكامل الاجتماعي داخل المجتمع فريضة إسلامية. الإيمان، وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أسس دولة تعاقدية، دولة دستورية، دولة يعني شوروية اللي هي الديمقراطية المنضبطة. الإيمان بأهمية حفظ مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والمؤسسات التعليمية والصحية وكل المؤسسات، أيضا من القضايا المهمة جدا. إيه الضوابط المنهجية بقى اللي بيرسمها علم الاجتماع للعمل الشرعي؟ ما هي الخصائص الأساسية للخطاب الديني أو الخطاب الدعوي التي تجعله خطابا مؤثرا في المستمعين؟ أولا هقولها لأن هم 30-40، هقولهم بسرعة جدا جدا جدا. أولا أن يكون خطاب ميسر لا معسر، يكون خطاب أمل ورجاء وتقدم، أن يؤمن، أن خطاب يوضح تماما التعددية، وليس يعني صدفة أن تكون أول دولة أسسها محمد عليه الصلاة والسلام دولة تعددية فيها مسلمين وفيها يهود وفيها مشركين، وأنا لم أقرأ أن كان فيها مسيحيين، لم أقرأ، وقد يكون، إنما هذا يعني إنما كانت دولة متعددة تعددية. الخطاب الإسلامي ضد التكفير، يعني أنا مسألة التكفير مسألة صعبة جدا، ومين اللي يكفر؟ المفتي أو القاضي بس، المفتي أو القاضي، يعني أنا لا حق لأحد في المجتمع أن هو التفكير والتبديع إلى آخره. ينبذ فكرة صراع الحضارات، فكرة ليست علمية، لما نشرت في الغرب فكرة احنا وشغلونا بها كثير وعملنا 500 مؤتمر، ودي فكرة يعني خيبة، فكرة غير علمية، فكرة ايديولوجية، فكرة استعمارية، فكرة يعني غربية، فكرة للرأسمالية المتوحشة. فكرة صراع الحضارات نحن لا نوافق عليها اطلاقا، نحن نوافق على توافق الحضارات، تكامل الحضارات، تآزر الحضارات إلى آخره. خطاب السلام والأمن الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، العلاقة بين الناس مسلمين وغير مسلمين. أول حاجة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة إيه؟ ما قال لهمش اعبدوا الله لا إله إلا هو أبدا. أول حاجة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل. وأنا الحقيقة شفت الترتيب الغريب، الترتيب العجيب، الترتيب المبدع بين كل هذا. السلام، وبعد السلام صلة الأرحام،
لا يكون المجتمع إلا بسلام، لا يكون إلا بصلة أرحام، لا يكون إلا بالطعام، ثم بعد ذلك الصلاة بالليل والناس والنيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. الحقوق والحريات للإنسان لجميع الناس. أولا تاريخ حقوق الإنسان وتاريخ الحريات ليست الغرب وليست الثورة الفرنسية وليس الميثاق العالمي لحقوق الإنسان سنة 28 ديسمبر 1948، الكلام ده كله كلام فارغ وبيدرس غلط. التاريخ الحقيقي لحقوق الإنسان ولحريات الإنسان محمد عليه الصلاة والسلام، وتكريم كل إنسان كافر ولا مؤمن، كل إنسان مكرم. ولقد كرمنا بني آدم، ما قالش بقى لا كرمنا المسلمين، لأننا جميعا خلق الله. عظم الجهد الذي بذله، لابد أن نوضح عظم الجهد الذي بذله أئمة الأربعة الكبرى وغيرهم العشرة، الإمام الثوري والإمام الأوزاعي وغيره وغيره وغيره، بنأخذ منها ما يوافقنا، لأن هم كلموا في عصر غير عصرنا خالص. نحن في حاجة إلى علماء أمثالهم، بس العلماء النهاردة ما بقوش علماء فرادة، وإنما بقت مجامع فقهية ومجامع يعني بحثية إلى آخره. عدم تقديس البشر، نحن لا نقدس بشرا، التقديس أيا كان، العصمة انتهت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فيش عصمة لحد أبدا. ولذلك يجي تيجي، وما فيش جماعات في الإسلام على فكرة، ما فيش جماعات، تقول لي جماعة إسلامية إرهاب، جماعة إخوان مش عارف إخوان إيه، وإخوان أنا بسميه إخوان الشيطان، إخوان كذا، إخوان كذا، داعش كذا، ما فيش حاجة اسمها جماعة. جماعة يعني إيه؟ أنا بتكلم بقول المليار وثلاث أرباع مليار الموجودين في العالم كلهم جماعة إسلامية. ما تيجي تقول لي جماعة سلفية، طب واللي بره جماعة، جماعة سلفية ده مش سلفي؟ يعني معنى السلفية، هل السلفية جماعة ولا منهج؟ هل الجماعة ولا جماعة؟ أنا بقول السلفية ليست جماعة ولكنها منهج سلفي، كلنا نسير على منهج ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. عدم تقديس البشر أيا كان، والعصمة انتهت مع محمد عليه الصلاة والسلام. إعمال العقل فريضة والعلم والمشاركة فريضة في تنمية المجتمع. إصلاح اختلاف الفتوى موجود في كل زمان وما كان، لأن الفتاوى بتكون في إيه؟ بتكون في المتغيرات، والمتغيرات مختلفة، ولذلك يصلح الدين في كل زمان ومكان لهذه القضية، أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. فضل الحضارة الإسلامية، الحضارة يعني إيه؟ إبداع بشري في تفاعله مع البيئة، علوم، آداب، فنون، تكنولوجيا، إعلام، كل ما ينتجه الإنسان على وجه الأرض، تكنولوجيا، كل ما ينتجه الإنسان حضارة. طيب ده المسلمون أبدعوا حضارات رهيبة جدا، سواء في مجال العلم أو في مجال الفن أو في مجال الشعر أو في مجال الأدب أو في كل المجالات بلا استثناء. فضل الحضارة الإسلامية على الغرب، والغرب زي ما بيقول الملك تشارلز دلوقتي، لما كان أمير تشارلز وجي عندنا هنا في جامعة الأزهر، وأنا شفت له محاضرة في أوكسفورد في إنجلترا، بيقول للغرب كده بصراحة، أنتم عالة على المسلمين، أخذتوا كل علومكم من المسلمين، أخذتوا مناهجكم من المسلمين، أخذتوا كل الأشياء التي استطعتم أن تنهضوا بها هذه النهضة من المسلمين، فلا بد من احترام المسلمين. وخدوها طبعا من منافذ صقلية ومن أثناء الحروب الصليبية ومن الأندلس. تم التركيز على كثير من الجوانب الثلاثة الأولى اللي هي العقيدة والشريعة والأخلاق، ولكن الجوانب الحضارية أنا شايف أن من المهم جدا الأئمة يركزوا عليها. الإسلام دين حوار، يعني من القضايا المهمة جدا للناس، الإسلام دين حوار، دين تسامح، دين مناقشة. شوفوا الحوار الرسول عليه الصلاة والسلام، حوار الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء، حوار الله سبحانه وتعالى مع الكفار. نعم فندم، حاضر دقيقة. حاضر يا فندم، حاضر. لا إكراه في الدين، قضية يعني وعدم سب آلهة الآخرين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. نحن نحترم كل من، مش نحترم أديان الآخرين، لا، نحترم يعني حق كل إنسان في اختيار دينه. احنا بنقول له الحب الوطن والولاء له والدفاع عنه قيمة كبرى في الإسلام، لابد من يعني، وهو جزء من العقيدة الإسلامية، المواطنة والدستور والدولة التعاقدية، إفراز للعقل المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام
أول من أسس المواطنة، أول من أسس الدستور، أول من أسس ما نسميه بالدولة التعاقدية. هم بيقولوا جون جاك روسو وتوماس هوبز وكذا وجون لوك، لا، اللي هو كتاب العقد الاجتماعي. الخطاب الإسلامي يرفض التشنج والانفعال والتطرف. لا يوجد في الإسلام جماعات إسلامية مغلقة، لا يوجد إلغاء للعقل ولا تعهد أعمى بالسمع والطاعة لأي حد، كل واحد بيفكر، ولا توجد حصانة. هذه الجماعات تتصادم مع الإسلام الصحيح وهدفها تشويع عقول الشباب والوصول للسلطة والعمل لصالح أعضائها. القيم الإسلامية هي قيم إنسانية عامة. أنا رحت الهند أكثر من مرة، ولما ألقيت محاضرة في 8000 طالب في الهند في جامعة، في إحدى الجامعات في كيرلا، جامعة إسلامية فيها 93 كلية، بعد إلقاء المحاضرة وبعد ما ترجموها إلى الهندي، قام كل الهندوس والبوذيين ويعني يقبلوني ويسلموا عليا، بيقولوا نفس الكلام اللي بتقوله احنا بنقوله. دي اصل القيم، القيم عامة، القيم عامة في جميع، قيم إنسانية وليست قيم، هي قيم دينية طبعا لكنها قيم إنسانية. شكرا. الرسول، طب ده آخر حاجة لو تتكرم، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤسس دولة دينية ثيولوجية، إنما أسس دولة مدنية، أسس دولة مدنية تسودها عدالة اجتماعية، تداول السلمي للسلطة، يعني ولذلك هو ما حددش حد بعده من اللي يمسك السلطة، حرية الرأي وقبول الآخر، والشورى، الشورى اللي هي الديمقراطية المنضبطة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآسف جدا للإطالة. لازم التزم أنا في المواعيد. صح. ولا أنا فعلا مستمتع بما تقول. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. الآن معانا طال عمرك المستشار الكبير الدكتور علي عمار الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة، ضيوف مصر الأعزاء، السادة الحضور، أهلا بكم في مصر على ضفاف نيله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لوزارة الأوقاف على الدعوة الكريمة. وموضوع المؤتمر الاجتهاد ضرورة العصر، والقضاء له دور كبير في الاجتهاد. والقاضي الجنائي ليس بعيدا عن الاجتهاد، ذلك أن المشرع أعطاه سلطة تقديرية كبيرة في الدعوة الجنائية، تتطلب منه أن يجتهد في جميع مراحل الدعوة. والحقيقة، وفي الواقع أن الحقيقة هي مطلب بشري من قديم الزمان، والحكم القضائي هو عنوان الحقيقة التي استطاع القاضي أن يراها من خلال اجتهاده في فهم عناصر الدعوة وإنصاته لمرافعات الخصوم. لذلك بمجرد أن تطرح الدعوى الجنائية على القاضي، يكون عليه أن يقوم بالاجتهاد، الاجتهاد في اطلاعه على أوراق الدعوى وفهم ما فيها، الاجتهاد في تحقيق عناصر الدعوى بسماع الشهود ومواجهة المتهمين بالأدلة المادية المعروضة عليه، والاطلاع على الأدلة الفنية، ويجب عليه أن يقف على مؤدى كل دليل، وعليه أن يجتهد بتمحيص تلك الأدلة وتقليب وجوه النظر فيها حتى يتمكن في النهاية من تكوين عقيدته في ضوء ما يستريح إليه وجدانه. وإذا كان عملية اجتهاد القاضي في فهم أوراق الدعوة يؤدي بالضرورة بالمحكمة إلى تكوين عقيدتها، لهذا فإن المحكمة لها أن تستخلص من أقوال الشهود وعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوة حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام كان استخلاص المحكمة سائغا وفقا للعقل والمنطق وله أصله الثابت في الأوراق. إذن المحكمة غير مطالب منها أن إنها تأخذ بما طرحته عليه النيابة العامة وتأخذ به كأدلة في الدعوة، إنما هي تمحصها، قد تستبعد منها ظروف مشددة يفلت الجاني منها من الإعدام، قد ترى في وقائع الدعوة ويرى القاضي من اجتهاده أن المتهم له ظروف مخففة فيؤدي إلى تخفيف العقاب وهكذا. اجتهاد القاضي إذن يؤدي إلى عملية الاقتناع بالأدلة المطروحة في الدعوة أو عدم الاقتناع، فإذا اقتنع القاضي اقتناعا يقينيا بالدعوة وبالأدلة التي ساقتها النيابة العامة قبل المتهم أو المتهمين يتعين عليه الحكم بإدانته وتوقيع العقاب المناسب له. أما إذا أسفرت عملية الاجتهاد في أوراق الدعوة أن تتشكك المحكمة في هذه الأدلة أو ترى عدم صحتها فيكون الحكم بالقطع بالبراءة وإخلاء سبيل المتهم المحبوس. المحكمة إذن اقتنعت الآن بإدانة المتهم وصحة الأدلة المسندة إليه. هناك سلطة تقديرية، يأتي دور القاضي في العقاب، هناك سلطة تقديرية في تقدير العقوبة وتفريد العقاب، وذلك يتطلب من القاضي اجتهاد لتحقيق العدالة في توقيع العقوبة. من المعلوم أن العقوبات المعروفة في التشريعات الجنائية هي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس والغرامة، ما عدا عقوبة الإعدام والسجن المؤبد جميع العقوبات لها حد أدنى وحد أقصى، فأي عقوبة يقضي بها القاضي على المتهم الذي ثبت ارتكابه الجريمة؟ أحيانا المشرع بينص في الجريمة في توافر الجريمة على عقوبة الحبس فقط أو الحبس أو الغرامة، فالقاضي كيف يحكم؟ هيحكم بالحبس أو يحكم بالغرامة؟ قد ينص المشرع على إذا توافرت الجريمة يقضي بالإعدام أو السجن المؤبد، متى يقضي بالإعدام ومتى يقضي بالسجن المؤبد؟ قد ينص المشرع على عقوبة لها حد، نقول أن إذا ارتكب المتهم هذه الجريمة يعاقب بالسجن المشدد ويترك السلطة التقديرية للقاضي السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة متى يتشدد ومتى ينزل بالعقاب، والحبس كذلك من 24 ساعة إلى 3 سنوات متى يقضي إذا لم يحدد له قدرا معينا من العقوبة وترك له السلطة التقديرية، متى يقضي بالحد الأدنى ومتى يرتفع للحد الأقصى. هنا الأمر يتطلب إلى اجتهاد القاضي في إنزال حكم القانون على واقع صحيح كمبرر لاختيار قدر العقاب، لكن هل القاضي له سلطة تحكمية في اختيار العقوبة وفقا لسلطته التقديرية؟ الإجابة لا، فهناك عوامل يأخذها القاضي في الاعتبار في تحديد قدر العقاب. هناك عوامل تتعلق بالهيكل المادي للجريمة طبقا لخطورة الفعل ذاته ومدى جسامة المساس بالمصلحة المحمية جنائيا، فالمساس الجسيم بالمصلحة المحمية جنائيا يميل بالقاضي إلى تقرير العقاب في اتجاه توقيع الحد الأقصى للعقوبة،
بينما يؤدي المساس الخفيف بالمصلحة المحمية جنائياً إلى توجيه القاضي إلى اختيار جرعة أقل من العقاب. فالسرقة مثلاً والشيء وقيمة الشيء المسروق إذا كانت ذات عظمة قيمة الشيء المسروق فالقاضي يرتفع بالشدة في العقاب، وإذا كانت قيمة الشيء المسروق بسيطة كان القاضي يميل إلى التخفيف. كذلك في جريمة هتك العرض ينظر القاضي إلى مدى فحش الفعل الذي أتاه الجاني، فإذا كان الفحش جسيماً تشدد وارتفع في حدود ما نص عليه القانون، أما إذا كان بسيطاً فالقاضي يختار القدر الأقل من العقاب. كذلك نطاق الآثار والأضرار التي تخلفت عن ارتكاب الجريمة يؤثر بلا جدال في اختيار العقاب، فكلما اتسع نطاق تلك الآثار كلما كان القاضي أكثر ميلاً للتشديد، وفي مقابل ذلك يميل القاضي إلى الهبوط بقدر العقاب. إذا نجح الجاني في إزالة آثار الجريمة أو التخفيف منها أو التصالح مع المجني عليه، كأن يقوم بإشعال النار ويحدث حريق في منزل المجني عليه ثم يقوم بإطفائه، أو يصطدم بالمجني عليه فيقوم بنقل المصاب إلى المستشفى ويتكلف مصاريف العلاج، هنا يكون القاضي يميل إلى تخفيف العقاب على المتهم. كذلك من العناصر التي تؤثر في السلطة التقديرية للقاضي في توقيع العقاب وقت ارتكاب الجريمة وكونه ليلاً، ده يعتبر ظرف مشدد يؤدي بالقاضي إلى تشديد العقاب. الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومدى بشاعتها، شخص يستخدم عصا وشخص يستخدم سلاح ناري، هنا يتشدد بالعقاب وهنا يكون العقاب بالقدر الملائم لفعل المتهم. تعدد الجناه، كل ذلك يعتبر من الظروف المادية التي تؤدي إلى قيام القاضي بتشديد العقاب. أيضا مدى الخطورة الإجرامية للجاني، إذا انطوى فعل الجاني على خطورة إجرامية فإن القاضي يميل إلى استعمال السلطة التقديرية في اتجاه التشديد. يجتهد القاضي إذن في أوراق الدعوة ويستخلص الخطورة الإجرامية من عناصر متعددة، منها الماضي الإجرامي للجاني كونه عائداً لا يرتدع من توقيع عقاب عليه، ومسلكه اللاحق أيضاً على ارتكاب الجريمة، ومدى ندمه على اقترافها، ومدى تعاونه مع سلطات التحقيق والضبط. الراشي مثلاً إذا اعترف لسلطات التحقيق بعد ضبط الجريمة وأدى اعترافه إلى ثبوت الاتهام قبل الموظف المرتشي، فهنا القاضي يعفيه من العقاب. أيا ما كان الأمر فإن استعمال السلطة التقديرية في تقدير العقاب يتطلب من القاضي إلماما كافيا بالعناصر التي يقوم عليها التقدير، مما يحتاج إلى اجتهاد القاضي في تحقيق عناصر الدعوة وتمحيص أدلتها والتوفيق بينها وبين دفاع المتهم للوصول إلى وجه الحق لتقدير العقاب على أساس سليم. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على العمارة على شيئين، على التزامه في الوقت وعلى ما شاء الله تبارك الله الإعداد الطيب للورقة والبحث. والآن ننتقل، لأن ما شاء الله تبارك الله وصلتني أسئلة قبل لا ننتهي فيبي لها وقت هذه، فننتقل إلى الدكتور عبد الحميد محمد علي متولي، إمام وخطيب ورئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية، ورئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، فليتفضل.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السيد صاحب المعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية حفظه الله، في الحقيقة أننا نبدأ بالشكر لجمهوريتنا مصر العربية الأبية ولأزهرنا الشريف ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا المؤتمر المهم بعنوانه الذي تقتضيه الحاجة، خاصة في هذه الأيام التي نجد الترويج لنظرية الفوضى الخلاقة، وهي قديمة لكن كلما ضعفت القوة الإيمانية عند الشعوب ظهر أهل هذه النظرية الفاشلة حتى يهدموا المجتمعات ويهدموا الأخلاق. ولكن أنى لهم، فالأمة قد تمرض لكنها لا تموت، تقوم بفضل الله سبحانه وتعالى بعلمائها المخلصين الأكابر الحفاظ الذين يقفون عند حدود الله ويحملون رسالة الإسلام، ليست وظيفة وإنما هي رسالة نحملها لنلقى الله عز وجل بصدق الأداء فيها والإخلاص والعمل بها قبل أن نتوجه بالدعوة إلى غيرنا. هذا الذي تحتاجه الأمة حتى ترجع إلى الحقيقة التي ينبغي أن نكون عليها كما كان عليها رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن موضوع الاجتهاد في واقعنا المعاصر في غاية الأهمية، لأن الأحداث متسارعة والأمم تسابق الزمان في اكتشاف الجديد، فلا يمر يوم على الإنسانية الآن إلا وهناك جديد من حيث الأحداث والأفكار والمخترعات العلمية التي تسهم في حضارة العالم. الحقيقة أننا دائما عندما نقرأ هذا الكلام، ربما يعني البحث بين أيديكم تقرؤونه، لكن يجب الوقوف أمام هذا الكلام. عندما يذهب الناس إلى أن تشييد المساجد مثلا مكروه، هذا من جانب الدين ولا من جانب الحضارة؟ وهل هذا التشييد هل هو من جانب الحضارة التي قامت ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى عرفت الدنيا بأسرها مكانة الإسلام بحضارته التي جاءت من العلم الذي فرضه الدين؟ لأن أول آية نزلت على قلب الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم هي اقرأ، فأين أمة اقرأ من القراءة ومن الاكتشافات؟ يجب أن تكون هي في مقدمة الأمم، لكن نحن الآن نجد أننا في صراعات، في الفتية، وللأسف يجب أن تحسم هذه الأمور كلها. بماذا؟ بتشريع وبوضع القوانين التي تقب بالمرصاد لكل من تسول له نفسه. الخلل بأمن المجتمع، لأن كل شيء له تخصص وكل شيء يحترم. لا تستطيع أن تدعي أنك طبيب، ولا تستطيع أن تدعي أنك محام إلا بشهادة أو قاضي، لكن تستطيع أن تدعي أنك شيخ بأسهل السهولة. ليه؟ لماذا لا يكون هناك تشريع لوقف هؤلاء الذين أثاروا الفتن؟ وحتى وإن كانوا من أهل التخصص، إذا جاءوا بآراء شاذة يقف، فلا بد من الوقوف والتصدي لهم.
لأن هناك مؤسسة رسمية يجب أن تحترم، مؤسسة الإفتاء. لماذا كانت مؤسسة الإفتاء حتى تكون هي المرجعية؟ لأن هناك خلط بين أمرين، بين أهل الدعوة وأهل الإفتاء. أهل الدعوة يجب أن تكون داعية، وفقك الله لتبليغ رسالة الإسلام والدعوة إلى الإسلام، لكن إياك أن تنصب نفسك مفتيا، لأن الإفتاء له شروطه. يعني هناك من لم يدرس أصول الفقه وينصب نفسه مفتي، من أي يعني شيء أتيت بهذا الإفتاء؟ من إذا كنت لم تدرس أصول الفقه يقول لك لا، ما هو أصل أيام النبي كان في أصول فقه صلى الله عليه وسلم. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج نور الشمس إلى دليل. أنت ده هتكلمه في إيه ده؟ فالنهاردة هذه الفوضى الخلاقة التي تسببت في فساد المجتمعات وفي انهيار الأخلاق وفي ضياع المكانة العلمية الأصيلة، نحن نحتاج إلى الرجل الموسوعي في خاصة في مجال الفتية. لا بد من الرجل الموسوعي، ليس فقط في علوم الدين وإنما أيضا في علوم الدنيا، من الطب والكيمياء والفيزياء والنفس. لكن إذا لم نستطع أن نجد هذا الإنسان الموسوعي، يبقى مؤسستنا كافية بأن تجمع أصحاب التخصص في كل هذه العلوم، وأن تقوم الفتية على ماذا؟ على الجمع بين كل هذه الآراء من العلماء، حتى نستطيع أن نأخذ بأيدي شعوبنا من يعني هذا التوهان وهذا الضياع. ما هذا الذي يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي؟ تشتيت وصد عن سبيل الله وضياع لهذا الدين. شريعتنا الإسلامية قامت على ماذا؟ قامت على يريد الله بكم اليسر. هذه إرادة الله، قضاء أم تشريعا؟ تشريع، لأنه لو ربنا قضى هذا خلاص ما كانش حد هيدخل في شيء، لكن شرع لنا وتعبدنا بأن نحقق قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا. أين نحن من هذا؟ نحن نريد شريعة الإصر. ألم تقرأوا قول الله في سورة الأعراف: ويضع عنهم إصرهم؟ هل في واحد فكر يعني إيه ويضع عنهم إصرهم؟ مش مشكلة، ما نوقفش قدام الكلام ده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ندعو الله في كل يوم ونقرأ هذه الآيات، ولكن هل وقفنا على معناها؟ وإذا وقفنا على معناها، أين نحن من تحقيقها؟ لماذا ندعو إلى شريعة الإصر والأغلال ونحن قد رفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا؟ لأن شريعة الإصر إنما وقعت لمن قبلنا. بماذا؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ده بالظلم، بالتفريط وبالغلو والتشدد. لكن علينا بالوسطية التي تقوم على مبدأ: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا في سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم. إذن يعني إحنا نحتاج إلى الاجتهاد الذي يقوم من المؤسسات التي تحمل أهل التخصص، حتى نحمي مجتمعاتنا من الفكر المتطرف ومن هذه يعني الفتاوى التي كانت سبب في تدمير شباب الأمة. الاجتهاد يقدم إجابة عن ثلاث أسئلة مهمة تصار في وجه كل نظر تشريعي. أولها: ما مدى استجابة التشريع للنوازل الطارئة والقضايا المتجددة؟ أنت بتقول أن دينك يصلح لكل زمان ومكان، بالكلام؟ لا، مش بالكلام، بالعلم. فين العلم ده؟ محتاج رجال، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما هو اللي مش عايز يتعلم علم الأصول ولا علم الفقه ولا، وبقول لك الكلام ده مش موجود في القرآن. طب ما هو ربنا اللي بيقول لك: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الجهل هي مصيبة
يعني اليوم انتشار الجهل والخرافة هو سبب ضياع الدين، سبب ضياع جوهر الإسلام، تبني الخرافة وتبني الرذيلة. يجب محاربة الرذيلة ويجب التمكين للفضيلة حتى نأخذ بأيدي مجتمعاتنا إلى الأمن والأمان والاستقرار. إذن هذا أول سؤال. ثاني سؤال: ما مدى ملائمة التشريع لمقتضيات التطور الاجتماعي وميزان المصالح الإنسانية؟ هو ده اللي احنا عايزين الفطاحل بتوعنا الأكابر الحفاظ مشايخنا الكبار اللي قاموا بهذا في أزهرنا الشريف وفي المؤسسات الرسمية، سواء كان ذلك في المملكة العربية السعودية أو في جميع البلاد الإسلامية. يجب الرجوع إلى الأصل وإلى الأكابر الحفاظ حتى ننجو بأنفسنا من عقاب الله سبحانه وتعالى، لأن هناك كثير من الدعاة الذين خلطوا بين الدعوة وبين الإفتاء وجاء في نهاية حياته يبكي ويقول: يا ليتني لم أفتي بكذا، وكنت في أنا ذاك شاب، بعدما ضيع الشباب وضيع جيل، وبعد هذا يبكي على ما فرط وما ضيع، ولماذا لم يفهم أصول قواعد الأصول قبل أن يفتي بما أفتى به. يعني نحن يجب أن نقول هذا لله وابتغاء مرضات الله، لا نقول هذا رياء ولا نفاقا ولا أننا نشكك في أحد أو نحقر من شأن أحد، ولكن نريد أن نأخذ بأيدي أمتنا إلى بر الأمان، أن نكون للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لن نكون للناس إلا إذا كان هناك اجتهاد حتى نكون للأفضل والأحسن ونكون في مقدمة الأمم. نحن الذين قدمنا الطب والكيمياء والفيزياء، لكن نحن أين نحن اليوم من هذه العلوم ومن التقدم فيها؟ بدأناها وانتهينا، بدأناها عندما تمسكنا التمسك الحقيقي بالإسلام كانت هذه العلوم، لكن عندما قلنا أن الإسلام كان سببا في تخلف المسلمين، والله قد كذبوا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تخلف المسلمون حين تخلفوا عن دينهم وعن كتاب ربهم وعن طريقة نبيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا منجأ ولا ملجأ للأمة إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، كما قال معالي الدكتور في كلمته يعني الطيبة التي استفدنا منها، أن مرجعية المسلمين ليست مرجعية لشخص ولا لكهنوت، مرجعيتنا: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، الكتاب والسنة. لكن هذا الكتاب والسنة يحتاج إلى اجتهاد، هذا الاجتهاد يكون من من؟ من العلماء الحفاظ الأكابر، من أهل التخصص. ثالث شيء: ما المكان التي يتبوأها الاجتهاد البشري أعمال العقل الذي يخدم الشرع من شريعة الوحي الخاتم؟ لكن متى يستخدم هذا العقل؟ من جاهل أم من عالم؟ هذا فرق كبير، لأنه لما يستخدم عقله بالضوابط الشرعية والعلم وجمع فنون العلم المطلوبة لهذا الأمر، هيستطيع أن يجعل العقل يقف عند حده لا يتعدى الشرع. أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قال رسول الله وقلت أنا ولم أقل على العين والرأس، سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله. يعني اللا مذهبية قنطرة لا دينية، احنا لا نعبد المذاهب، وإنما ما هو ده اللي ضيع الدنيا، إن ما فيش مذاهب وما فيش فقه وما فيش أحكام وخلاص انتهى، ما فيش إيه؟ أي اجتهاد. طيب تعالوا بقى نسمع شيخنا الإمام الشوكاني رحمه الله قال لنا إيه؟ قال لنا: من حصر فضل الله في بعض خلقه وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على من تقدم عصره فقد تجرأ على الله، فقد تجرأ على الله وعلى شريعة الله وعلى شريعة الله الموضوعة لكل زمان ومكان. دكتور عبد الحميد، ايوه عجل، الله يبارك. طيب نذكر أيضا ما قاله الإمام الصنعاني رحمه الله
في كتاب إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد قائلا: فالعجب كل العجب ممن يقول بتعذر الاجتهاد في هذه الأعصار وأنه محال، ما هذا إلا منع لما بسطه الله عز وجل من فضله. هؤلاء الأكابر الحفاظ الذين قالوا هذا الكلام. يبقى إذن أيها الإخوة الأكارم، علينا الانتفاع بثمرة الاجتهاد، وذلك متوقف على مقدمات ضرورية نذكر منها على سبيل المثال: القضاء على الأمية وبناء مجتمع المعرفة والإبداع الثقافي كما وجه لذلك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احترام مبدأ الاستقلال والحرية الفكرية، التكامل بين علوم الدين وعلوم الدنيا، الاستثمار في مجال البحث العلمي والابتكار. وأسجل يعني هذه التوصية وأرجو الله أن تسجل وأن يطالب بها إن شاء الله بتشكيل لجنة من جميع التخصصات العلمية والشرعية تجمع بين علماء الفقه والأصول والطب والكيمياء والفيزياء، وأن يكون العمل مؤسسي حتى يكون الاجتهاد تخصصي وليس العمل فردي، حتى لا يكون الاجتهاد جزئي. أيضا انعقاد لجنة دائمة تجمع بين أعضاء متخصصين من المؤسسات الدينية المعتمدة ترصد كل ما هو جديد وتقدم الحلول الشافية والكافية. والله على ما نقول شهيد ووكيل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن يجعل كلمي هذا خالصا لوجه الكريم، وأن يوفقنا وأن يحفظ جمهوريتنا مصر العربية الأبية من كل مكروه وسوء. وسلام على مصر في العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن، أرجو أن لا يطير على الدقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لمعالي الرئيس على إدارته الحكيمة كالمعتاد للجلسات العلمية، وشكرا للمشاركين والمحاضرين من أساتذة الأكابر والأجلاء الذين سلطوا على بعض من صور هذا الموضوع. وأبدأ بمعالي الدكتور محمد المعمري، في أنه استطاع في بحثه أن يسلط على الصور البعد الإنساني في عملية الاجتهاد وضرورة استعمال والاعتماد على المنظومة القيمية، سواء كان ذلك كمنهج أو هدفا أو في هدفا في العلاقات الدولية. أنا سؤالي هنا معالي الأخ الدكتور، هل الإنسانية كمنهج، وهذا كان في الثمانينات عند مدرسة محمد أركون وغيره اللي هي الأنسنة، هل الأنسنة ممكن أن تكون منهجا في الاستنباط وفي النظر الفقهي خصوصا في النوازل الآن والمستجدات، وما هي حدود هذه الأنسنة إذا كانت مطلوبة؟ السؤال الثاني هو لأخي وأستاذي الدكتور محمد نبيل سمالوطي، حول موضوع هو تكلم كثيرا عنه ومتخصص في العلوم الاجتماعية والعلوم التربية، وله مدرسة كبيرة في موضوع الأسلمة وأسلمة المعرفة وأسلمة العلوم. هل بعد هذه موضوع الأسلمة المعرفة وأسلمة العلوم الذي يعني ملخما لفهم النص الديني، هل لا يمكن اليوم أن نعتمد التكامل المعرفي بين العلوم الاجتماعية والإنسانية لفهم الدرس الفقهي والدرس الأصولي؟ شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد بشاري. احنا تفضل دكتور. لا نفتح المجالس للإخوة. الواعظة الدكتورة وفاء عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام يا أختي.
في الحقيقة أنا يعني بتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لنوعيته للمؤتمر 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اختياري هذا الموضوع المتميز الذي نحتاج إليه في عصرنا الحالي. ثم الشكر موصول للمنصة الكريمة على هذا الطرح المتميز، وبرحب بضيوفنا الكرام و بعلمائنا الأجلاء. في الحقيقة أنا يعني أطمع أني أكون في وسط هذه الكوكبة، خاصة في وسط هذه الكوكبة من العلماء الأجلاء، أني أطلب طلب يمكن معالي وزير الأوقاف الذي عودنا دائما على التفكير خارج الصندوق، أني أطمع في أن يكون هناك اهتمام بالاجتهاد الخاص بالمرأة وبقضايا المرأة بشكل موسع. طبعا السنة دي فرحة شديدة ليا كامرأة مسلمة والكثير من أخواتي والسيدات الموجودات، أن هناك طرح لإحدى القضايا الخاصة بالمرأة، ولكن نريد أن نتوسع، خاصة أن هناك قضايا كثيرة استجدت في هذا العصر خاصة بالمرأة مختلفة عن القضايا التقليدية اللي كانت موجودة في الأعوام أو القرون الماضية. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. شكرا دكتورة وفاء، يعني اقتراحك محل دراسة إن شاء الله وفخر بعد. دكتور عمرو مصطفى، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد اسمحوا لي في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا المؤتمر، وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومعالي الأمين العام الدكتور محمد عزت الأمين العام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وشكر موصول أيضا للمنصة الكريمة على هذا الطرح الطيب لبعض البحوث والقضايا المتعلقة بالمؤتمر. حقيقة مثل هذه المؤتمرات وخاصة هذا العنوان الجيد الاجتهاد ضرورة العصر يعطي رسائل إيجابية عديدة، من بينها أن الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وأنها لم تقف يوما حجر عثرة في سبيل تحقيق مصلحة للعباد أو البلاد. الرسالة الثانية، لماذا الاجتهاد ضرورة العصر؟ لأن كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل له حكم في الشريعة الإسلامية. أي قول أو فعل يصدر عن الإنسان لابد وأن يكون له حكم في الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة لم تضق يوما بحاجة من حاجات البشر على اختلاف أجناسهم وأقطارهم ونظمهم ومعاملتهم. الرسالة الثالثة، علماء المسلمين الذين وضعوا القواعد الفقهية والأصول التشريعية الصالحة للاستنباط واستخراج الأحكام من مظانها، كأنهم باجتهادهم هذا يشيرون إلى من خلفهم من العلماء والمجتهدين ألا يركنوا إلى اجتهادهم وألا يجمدوا على آرائهم، بل عليهم أن يجتهدوا كما اجتهد الأولون وأن يبينوا كما بينوا. لماذا؟ لأن الأحداث تطرى والأقضية متوالية والحياة من أزلها إلى أبدها في تطور مستمر لا يتوقف. الرسالة الرابعة، كما ألمح معالي الدكتور نبيل الصملوطي، إلقاء الضوء على قاعدة لا اجتهاد مع النص. يجب إلقاء الضوء وتعريف النشء والشباب على هذه القاعدة الفقهية لا اجتهاد مع النص. ليه؟ لأن المتشددين والجامدين على النصوص يتمسحون بها ويأخذونها مبتورة من سياقها، والصواب أنه لا اجتهاد مع نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. تمام؟ فجميع النصوص ظنية الدلالة هي محل اجتهاد باعتراف الجميع. وأشكر حضراتكم مرة ثانية على حسن الاستماع، ونأمل أن ينبثق عن هذا المؤتمر الدولي مجالس علمية متخصصة تتناول بالبحث والدراسة جميع القضايا الفقهية المعاصرة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عمرو مصطفى على هذه المداخلة. الشيخ هيثم رمضان، مدير عام أكاديمية الأوقاف الدولية. هيثم رمضان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اسمح لي سيادة الرئيس أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر، وأسمر الشكر والتقدير إلى معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على اختياره لهذا المؤتمر وعلى هذا الجهد الطيب
لهذه القضية الرائعة، وهي قضية الاجتهاد لبحث أهم قضايا العصر. فالاجتهاد هو واجب الوقت، وهو موضوع من موضوعات تجديد الخطاب الديني، لنفرق بين ما هو توفيقي وتوقيفي. ونؤكد ما قاله الأستاذ الدكتور محمد نبيل السمنبوطي على الربط بين علم الاجتماع وعلم الاجتهاد، حتى نستطيع أن نربط بين الاجتهاد وأثره في مواجهة آفات المجتمع. كما نؤكد على ما قاله سيادة المستشار الدكتور علي عمارة على أننا بحاجة إلى علم الاجتهاد للربط بين مسائل القضايا والحقوق والواجبات وعلم الاجتماع، وهذا ما أكده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين بعث سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له: بما تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم تجد أجتهد رأيي ولا آله. كما أؤكد على ما قاله الدكتور عبد الحميد متولي أن الاجتهاد لا بد له من ضوابط، وأن هذه الضوابط كما قال علماؤنا: شيخ فتاح وعقل رجاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. ومن خلال كلمة السادة العلماء أتساءل: هل يمكن وضع ضوابط للاجتهاد وحتميته حتى لا يخرج عن إطاره؟ وهل يمكن أن يكون الاجتهاد في المقاصد فقط، أم الاجتهاد في الأولويات؟ أم أن الاجتهاد يكون في الواقع واستشراق المستقبل؟ أم نحن بحاجة إلى الجمع بين هذه كله لكثرة المتغيرات الحضارية المعاصرة؟ وهنا أقترح على سيادتكم بأن نجعل مرصدا عالميا للاجتهاد في مسائل التي تخص العالم أجمع، كمسألة الاجتهاد البيئي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخ هيثم رمضان على هذه المداخلة وعلى هذا الاقتراح. معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، في ردك على الدكتور بشاري. شكرا دكتور مشاري على هذا السؤال. هذه العلاقة ما بين الأنسنة والاجتهاد بأن الإنسان هو محور الاجتهاد وغايته، فكل ما يتعلق بالاجتهاد إنما هو في حل ذلك الاضطراب الذي يحصل من الإنسان نفسه أو حول الإنسان ذاته. فالاضطراب الحاصل، وسواء الاضطراب في المفاهيم القيمية والأخلاقية والسلوكية وتعاملات الناس مع بعضهم البعض، هذا يدفع إلى التفكير بعمق في تلك المآلات، ولذلك يأتي الاجتهاد من أجل أن يصحح ذلك المسار ويحل ذلك الاضطراب ويجعل هنالك نهجا يعيد التوازن بين المصالح، ويدعو ذلك الاجتهاد إلى منهاج عمل ليعينه على النهوض من جديد، وأيضا يستشرف حياة أفضل للإنسان، سواء كان في مجتمع مسلم أو كان في مجتمع غير مسلم. ويكون محور الاجتهاد وغايته والإنسان من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية وإحقاق الحقوق وجعل الحياة طيبة في المجمل العام. شكرا معالي الوزير. تفضل الدكتور نبيل. شكرا معالي الرئيس. اولا اشكر كثيرا اخي وصديقي العزيز الاستاذ الدكتور محمد بشاري، الذي كانت له ايادي بيضاء كثيره على المؤتمرات في رابطه الجامعات الاسلاميه، مش عاوز اقول منذ كام، عشان منذ زمن كبير يعني الحقيقة. وكانت له معنا يعني إسهامات في غاية الروعة والعظمة. قضية الإسلامة طبعا هو أول من ابتدأها إسماعيل راجل فاروقي في المعهد العالمي في واشنطن، وبدأها ولم ينهيها. وإحنا في رابطة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شكلنا لجنة في السعودية، شكلنا لجنة 10 سنوات، لجنة التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، يعني مش علم الاجتماع،
لا علم الاجتماع وعلم النفس والتربية والإعلام وإلى آخره، وعلم الإنسان أنثروبولوجي وكل العلوم. ولم نخرج إلا بكتاب واحد وهو كتاب أنا اللي سمحوا بنشره في هذه يعني. فطبعا إيران لها في يعني ناس كثيرة جدا يعني تحدثوا في القضية، في باكستان، في الهند، في مصر يعني قليل الذين تحدثوا في هذه القضية. المشكلة دكتور بشاري بارك الله فيك، إن كل أعمالنا فردية، ما فيش عمل جماعي، يعني إحنا بنكرر بعض. وبعدين إحنا المشكلة بتاعتنا إن 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 كل الدراسات، أنا يعني ناقشت 150 دكتوراه على مستوى مصر وغير مصر، وجدت أغلب الباحثين، أغلب ما أقولش كل، أغلب الباحثين بيبحثوا ظاهرة اجتماعية معينة، الطلاق، التعدد، التنمية الريفية والحضرية، عدم وجود خدمات إلى آخره، كلهم بيفسروها بنظريات غربية، نظريات وجدت في الغرب، وأن هذه النظريات الغربية وجدت في بيئات غيرنا، في ثقافات غيرنا، لتحقيق أهداف مختلفة عن أهدافنا تماما. طيب إحنا فين نظرياتنا إحنا المستقاة من تاريخنا، من واقعنا الوطني، من واقعنا الديني، من واقعنا الثقافي، من واقعنا التاريخي، فين نظرياتنا احنا؟ دي الى الان للاسف الشديد، وانا بقول للاسف الشديد، يعني احنا كلنا بعملين نفحر في هذه القضايا، انما لم نصل بعد، محتاجين الى مجمع. وياريت انت في مؤسستك الممتازة في الامارات العربية تعمل هذا، ان احنا عاوزين نعمل، احنا عملناها في رابطة الجماعات الاسلامية، عندنا لجنة اسمها لجنة التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، برضو لم تخرج إلا كتاب واحد للأسف، برضو هو كتابي للأسف الشديد. يعني احنا محتاجين ان احنا نعمل مجموعة كبيرة، يكون معنا يعني إعلاميين، ويكون معنا علماء نفس واقتصاديين، وعلماء إنسان، وعلماء اجتماع، وعلماء بيئة. احنا محتاجين الى يا ريتك يعني تفكر فيها جديا في مؤسستك المتميزة اللي انت على رأسها في الامارات، ان تعمل هذه اللجنة وتبقى لجنة مستمرة وتنتج انتاج للعالم. واحنا فعلا محتاجين الى، وهذا هو اللي انت حركت تفضلت به كلمة التكامل المعرفي، لا يتحقق الا من خلال هذه القضية، مش قضية علم اجتماع بس، ولا نفس بس، ولا اقتصاد بس، ولا اعلام بس. بالنسبة لبنتنا الدكتورة وفاء بارك الله فيها، وهي حياة داعية متميزة في كثير جدا، وانا شفتها على في التلفزيون وفي كثير من وسائل الاعلام، يعني مشرفة لأكاديمية الاوقاف ومشرفة للداعيات. هي قضايا المرأة فعلا محتاجة يا بنتي لجهود، محتاجة فعلا إلى جهود متميزة. احنا كلنا عملنا فيها، لكن برضو هي جهود متفردة، احنا محتاجين إلى جهود مجمعة من خلال لجنة. الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى إلقاء الضوء على قاعدة لا اجتهاد مع نص، طبعا دي قضية ما فيهاش فصال، ولذلك احنا بنقول ثوابت ومتغيرات. ثوابت اللي هي دي النصوص الثابتة، يعني قطعية الدلالة وقطعية دي ما فيش فيها فصال، إنما كل الفصال في إيه، والخلاف في إيه، والاجتهاد في إيه، في المتغيرات. الأستاذ الدكتور هيثم رمضان بيتكلم عن الربط بين علم الاجتماع والاجتهاد، بارك الله فيك، وهذا ما نحاوله ولعلنا ننجح فيه إن شاء الله، وشكرا. شكرا بارك الله. موسوعة اجتماعية عالمية، أكرمك. أسأل الله سبحانه وتعالى لك طولة العمر إن شاء الله وحسن الحمل. والشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف العماني الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، والمستشار الدكتور علي عمارة، والدكتور عبد الحميد متولي على ما تقدموا به، وشكرا لكم على حسن استماعكم وعلى مشاركتكم، جزاكم الله خير.